السيد وكيل عام الملك، السيدان ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطه القضائيه المحترم، السيد مدير التشريع ممثل السيد وزير العدل، السيد الكاتب العام لولايه جهه الشرق، الساده المسؤولون القضائيون للمحاكم الولايه التابعه للدائره السنائيه بوجده، السيد نقيب عدل المحامي بوجده، الساده النقباء السابقون واعضاء مجلس الهيئه والسيدات والساده المحامون، المجلس العلمي المحلي بوجده، السادة المسؤولون الأمنيون والعسكريون والمندوبون الإقليميون، زميلاتي زملائي القضاة الأفاضل، السادة أطر موظفي هيئة كتابة الضبط، السادة مساعد العدالة ممثلي هيئة العدول والنساخ والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء، السادة نساء ورجال الصحافة والإعلام، أيها الحضور الكرام، إنه لمن دواعي الفخر والامتنان والاعتزاز أن تنعقد هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بهذه المحكمة الرائدة بعدما أعطى السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد بتاريخ 25/1/2018 انطلاقة افتتاح السنة القضائية تحت شعار من أجل قضاء فعال ومنصف، والإذن للسادة المسؤولين بكافة محاكم المملكة بإعطاء انطلاقة افتتاح السنة القضائية 2018 وذلك تفعيلا لمنشور رقم 845 المؤرخ بتاريخ 16 مارس 1979، كما تم تحيينه بتاريخ 17 ديسمبر 2010 ميلادية، المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيده في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة السلطة القضائية ووقار وكرامة كافة أعضائها وشرفهم وهيبتهم وتقديرا للمكانة التي تحتلها الهيئة القضائية. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسادة عادل النظام عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأحمد صابر مستشار محكمة النقد ممثلين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والدكتور أوديجا بن سالم مدير التشريع ممثلا السيد وزير العدل بالحضور معنا في هذا الحدث القضائي الأصيل رغم انشغالاتهم الكثيرة وتحملهم مشاق السفر، وهو ما نعتبره جميعا مبعثا للثقة ومصدر للتشجيع. كما أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم إليكم جميعا بجزيل الشكر والامتنان على تفضلكم بالحضور لمراسم هذه الجلسة الرسمية، فلكم منا كل باسمه وصفته تحية تقدير وعرفان على اهتمامكم وعنايتكم. إن مناسبة افتتاح هذه السنة القضائية تأتي والقضاء يمر بمرحلة حاسمة من الإصلاح الشامل الذي رآه جلالة الملك محمد السادس عزه الله منذ أن أعلن جلالته عن الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وذلك في خطبة السامي في خطابه السامي 20 أغسطس 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والذي يعتبر دفعة جديدة وقوية لإصلاح القضاء والمرجعية الأساس للإصلاح الشامل والعميق لنظام العدالة برمته وفق برنامج واضح في مرجعياته وأولوياته، طموح في أهدافه وغايته، مضبوط من حيث تفعيله وتنفيذه، وكل ذلك في إطار المرجعيات الراسخة للمملكة وفي مقدمتها ثوابت الأمة القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن جلالة الملك هو المؤتمن على ضمان استقلاله، وهو الإصلاح الذي توج بصدور القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24/3/2016، والذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا بعد الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور 2011. لقد عرفت الساحة القضائية خلال 2017 عدة مستجدات تنزيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، فقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 6 أبريل 2017 باستقبالي وتعييني أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي افتتح أولى جلساته يوم 24/4/2017 وأحدث موقعا إلكترونيا خاص بأخباره. كما عرفت هذه السنة صدور القانون رقم 33/17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام للملك لمحكمة النقد بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وتم ذلك فعليا خلال حفل تسلم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد سلطة رئيسة النيابة العامة من السيد وزير العدل، والذي احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة يوم 6 أكتوبر 2017 تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما صدر هذه السنة
النظام الداخلي للمجلس على السلطة القضائية، ونشرد بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/11/2017 من بين آخر المستجدات القانونية والتي لها صلة بهذه الدائرة السلافية صدور مرسوم تم بمقتضاه تغيير الخريطة القضائية للمملكة من بين مقتضياته ترقية مركز القاضي المقيم بجرادة إلى محكمة ابتدائية، وإلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بهذه الدائرة السلافية والتي أصبحت تضم 6 محاكم ابتدائية تابعة لها. إن عملية الإصلاح القضائي انصبت على 3 مقومات هي بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة العدالة للمواطن وموارد بشرية كافية مؤهلة وقضاء مستقل ونزيه وفعال. وفيما يتعلق بتوفير البنايات اللائقة لتقديم خدمة العدالة، أشير أن افتتاح السنة القضائية 2018 يتميز بكونه الأول الذي ينعقد بقصر العدالة الذي تم الانتقال إليه شهر أغسطس الماضي، وهو مفخرة معمارية بمواصفات ومعايير دولية ممتازة ومشرفة، والذي شكل طفرة نوعية من الناحية الوظيفية في إطار تحسين وضعية مرفق العدالة بوجدة وتوفير ظروف العمل الملائمة للرقي بأدائه الإداري والقضائي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بشكل يضمن تلبية حاجيات العدالة وفق أحدث المعايير من حيث حجم المحكمة حسب عدد القضايا حالا واستقبالا. حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أنتهز هذه الفرصة لأستعرض أمامكم حصيلة النشاط القضائي والمالي والعلمي للدائرة الاستئنافية خلال سنة 2017، وكذا الأوراش التي تم فتحها وتقييمها مع إبراز الأهداف المسطرة بحول الله خلال السنة القضائية 2017 على المنوال التالي. أولاً، حصيلة النشاط القضائي للدائرة الاستئنافية خلال السنة الماضية 2017. محكمة الاستئناف بوجدة، المسجل خلال سنة 2017 سجلت 11577 قضية، المحكوم 11668، نسبة المسجل مع المحكوم 100.79. محكمة ابتدائية بوجدة، المسجل 48498، المحكوم 50696، النسبة 104.53. المحكمة الابتدائية بتوريرت، المسجل 14729، المحكوم 15590، نسبة 105.85. المحكمة الابتدائية ببركان، المسجل 30209، المحكوم 30584، النسبة المئوية 101.24. المحكمة الابتدائية اللي في قيق بوعرفة، المسجل 6661، المحكوم 7018، النسبة 105.36. فيكون مجموع المسجل بالدائرة هو 111674، المحكوم 115556 بنسبة 103.5. بالنسبة لحصيلة التنفيذ المدني، المحكمة الابتدائية بوجدة، الملفات المسجلة خلال سنة 2017 5963، المنفذ 9135، النسبة 153.19. المحكمة الابتدائية بالتوريد، المسجل 2157، المنفذ 2244، النسبة 104.3. المحكمة الابتدائية بركان، المسجل 5600، المنفذ 6895، النسبة 123.13. المحكمة الابتدائية بمعرفة، المسجل 1011، المنفذ 989، النسبة 97.83. بالنسبة للدائرة ككل، المسجل عدد الملفات في التنفيذ المسجلة 14731، المنفذة 19263 بنسبة 130.77. وعند استحضار إحصائيات السنة الماضية كمرجعية للمقارنة والتحليل، نخلص بسهولة إلى استمرار التطور الإيجابي والممتاز لمؤشرات النجاعة القضائية المتعلقة بتدبير مخزون القضايا العالقة ونسبة البث في القضايا ومؤشر الزمن القضائي المتمثل في مؤشر مدة صرف مخزون القضايا العالقة الدي تي المعتمد أوروبيا سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو على مستوى المحاكم الابتدائية. كما بلغ عدد الملفات المطعون فيها بالنقد 1055 من عدد الملفات المحكومة خلال هذه السنة، وهي 11668، أي بنسبة 9.4%. إن هذه النتائج التي تحققت بحمد الله كانت نتيجة المجهودات التي أبان عنها جميع الأطراف ذات الصلة، السادة المسؤولون القضائيون والإداريون والسادة المستشارون والسادة النواب الوكيل عن الملك والسادة القضاة رئاسة ونيابة عامة والسادة الموظفون، إضافة إلى التعاون والتفاعل الإيجابي مع السادة المحامون الشريك المحوري في صنع القرار القضائي ومع كافة مساعد القضاء
والذين انخرطوا بقوة في البرنامج المندمج المعتمد على صعيد الدائرة الاستئنافية، والذي يرمي أساساً إلى التفعيل المؤسسي والمنهجي لعنصر الشفافية والسرعة والجودة والفعالية في تقديم الخدمات القضائية تكريساً للأمن القضائي وتسهيل الولوج إلى العدالة وتقريب القضاء من المواطن وجعله في خدمته في ظروف لائقة وتحديث المحكمة بالشكل النموذجي من حيث آلية العمل وجودة الخدمات وأدوات التتبع المراقبة وسرعة الأداء والارتقاء مستوى الإدارة القضائية. أما فيما يتعلق بحصيلة النشاط المالي فكانت النتائج بالنسبة للمحكمة السينية بوجدة 3,393,000 درهم، بالنسبة للمحكمة الابتدائية 5,992,000، هذا المبالغ المستخلصة 16 مقارنة مع 17. إذا المحكمة الاستئناف 3,000,000 هذه السنة 4,200,000، المحكمة الابتدائية 5,000,000 هذه السنة 400,941، المحكمة الابتدائية بالتوريد 1,743,000 درهم هذه السنة 1,983,000، محكمة ابتدائية بركان 1,743,000 هذه السنة 1,723,000، محكمة ابتدائية في قيب وعرفة 1,019,000 هذه السنة 1,052,000، في كل مجموعة على صعيد الدائرة هو 13,890,279.71 درهم خلال سنة 1,917,13,944,511.48 درهم. إن ارتفاع مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية يعود أساسا إلى إعادة الهيكل العضوي واللوجستيكية للتبليغ والتنفيذ الزجري على مستوى الدائرة الاستئنافية، وستستمر إن شاء الله التعبئة الشاملة خلال هذه السنة لزيادة نسبة التحصيل، مواصلة الجهود للعمل على تصفية باقي الملفات المتحمل بها والباقية بدون تحصيل تكريسا لمصداقية المقررات القضائية وتفعيلا لعنصر التتبع الفعال والنجاعة القضائية. بما يتعلق بخزانة قصر العدالة يبلغ عدد الإجمالي للكتب بها 4,359 مرجع وختام، وتتوفر الخزانة على سجل خاص بالجرائد الرسمية بالعربية والفرنسية، وقد تم تسفيرها في مجلدات من سنة 1913 إلى غاية 2015، وتتوفر كذلك على سجل خاص بتسجيل المناشير والرسائل الدورية التي تم بدورها تسفيرها في مجلدات حسب السنوات، كما تم نسخها على حالتها الأصلية بواسطة الآلة الناسخة سكانير وحفظها بجهاز الحاسوب من سنة 1957 إلى سنة 2017. الإشكالات المرتبطة بالتبليغ والحلول المقترحة لتجاوزها في أفق تحقيق النجاعة القضائية. يعد التبليغ القضائي من أهم العناصر الأساسية المساهمة في رفع النجاعة القضائية وتدبير الزمن القضائي بشكل معقول، ويشكل حجر الزاوية في تنزيل الأمثل للأجل المعقول للبث في القضايا المؤثرة بمقتضى المادة 120 من الدستور التي نصت على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل المعقول، كما أن حل إشكالاته سيساعد بشكل جوهري في تحديد فعال الأعمار الافتراضية كأجل مقترح البث في القضايا الزجرية والمدنية، هذا فضلا أن تبليغ الأحكام الجنحية قصد تنفيذها يصب في خانة حماية المال العام من خلال تمكين خزينة الدولة من مداخل مالية مهمة مرتبطة بتنفيذ المقررات المتضمنة للغرامات والإدانات النقدية القضائية والصوائر والمصارف القضائية، وما لذلك من أهمية في الرفع من مؤشر مصداقية المقررات القضائية. وينتظر من المشرع من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية التدخل لدعم مؤسسة التبليغ وإيجاد حلول عملية وقانونية لبعض العقبات التي هي ذات طبيعة قانونية، وفي هذا السياق وقصد المساهمة في اقتراح حلول إشكالات التبليغ نورد بعض الممارسات الفضلة بالدائرة الاستئنافية وجدة في مجال التبليغ، ونقترح أيضا بعض الحلول والتي تحتاج إلى تدخل تشريعي حسب التفصيل الأدنى. أليف بتاريخ 7 دجنبر 2016 وفي إنجاز غير مسبوق بالدائرة القضائية بوجدة عقد اجتماع بمقر ولاية وجدة برئاسة السيد والي جهة الشرق وبحضور السادة المسؤولين القضائيين لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية قصد البحث عن حل عملي مهيكل ومؤسس لمعدلة التبليغ، وأنه تمخض عن الاجتماع خلق خلية خاصة سميت بالخلية الإقليمية للتبليغ والتتبع مجهزة بالآليات اللوجستيكية اللازمة والتي تتولى تدبير علاقة السلطة المحلية باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا مهمة تبليغ الاستدعاءات والأحكام لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بوجدة بشكل منهجي،
بهدف مأسسة عملية توزيع الاستدعاءات والأحكام المرتب لغوة ورجاعها بعد الإنجاز مع تتبعها وفق نظام معلوماتي معدل لهذا الغرض. وتندرج الخلية المذكورة في إطار إيجاد آلية تعاون كممارسة فضلة لتنزيل الأمثلة المادة 120 من الدستور وتفعيل تبليغ الأحكام الجرحية قصد تنفيذها يصب في خانة حماية المال العام خلال تمكين خزينة الدولة من المداخل المالية مهمة مرتبطة بتنفيذ المقررات المتضمنة للغرامات والإدانات القضائية والصوائر والمصارف القضائية. وقد صاحب العملية تنظيم يومي يوم تكويني تم تأخيرهم مسؤولي مصلحة كتابة الضبط محكمة السناد بوجدة والمحكمة الابتدائية بوجدة لفائدة أعوان السلطة حول شكليات التبليغ المنصوص عليها قانونا. وقد ساهمت الخلية بتنظيمها اللوجستيكي في إعطاء نفس جديد لعملية التبليغ خاصة تبليغ الأحكام الجنحية. باء بهذه المناسبة أتقدم مجال الشكر للسيد والي جهة الشرق والسيد الكاتب العام وجميع رجال السلطة وجميع الموظفين. باء حوسبة إجراء التبليغ وفق برنامج معلوماتي منجز لهذه الغاية قصد تسريع وتيرة العملية خاصة بالنسبة للأحكام الزجرية غير مضمنة بنظام معلوماتي، كما أن البرنامج المذكور سهل الانخراط في البرنامج المعلوماتي المعتمد من طرف وزارة العدل الخاص بالتنفيذ الزجري بالنسبة للملفات الزجرية المضمنة بنظام معلوماتي. جيم إحداث لجان التبليغ والتحصيل على صعيد محكمة السناف والمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها. د عقد اجتماعات مع السادة المفوضين القضائيين. ه اعتماد التبليغ الإلكتروني نظرا لنتائجه الهامة في حل معضلة التبليغ وهما أبانت عنه الممارسة العملية بالمحكمة الابتدائية بوجدة حيث تم اعتماد التبليغ الإلكتروني للاستدعاءات والمقالات في تجربة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المكلف من طرف الدولة بمقتضى الاتفاقية الموقعة في 28/5/2004 بتتبع ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية للمستخدمين السابقين لشركة مفاحم جرادة، وهو ما ساهم في التسريع من وتيرة معالجة القضايا والملفات الاجتماعية المعروضة على المحكمة سواء المتعلقة بمستخدمي مفاحم جرادة أو بملفات صناديق العمل كصندوق الزيادات في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان وصندوق تضامن المؤاجرين. وفي إطار تصفية الملفات المزمنة تم خلق ما يشبه بالشبكة التواصل المباشر بين رؤساء المحاكم قصد تبادل المساعدة والتعاون للسهر شخصيا على تبليغ استدعاءات الملفات القديمة والتي أعطت نتائج إيجابية وقلص نسبة القضايا المزمنة بشكل كبير. الاقتراحات التي ترم إصلاح جهاز القضاء وتخليقه إن من أهم النتائج المرجوة للارتقاء بمرفق العدالة هو أن يتم الولوج إلى العدالة في ظروف حسنة ولائقة وخلق محاكم نموذجية من حيث مستوى جودة الخدمات القضائية المقدمة من طرف العمل المقدمة وظروف العمل والوسائل اللوجستيكية المتوفرة وتحسين ظروف العمل بالنسبة للقضاة والموظفين بشكل يضمن تكريس عنصر السرعة والفعالية والنجاعة في الأداء وتقريب القضاء من المواطنين بشكل فعال وتقويم نظام ضبط الولوج وآلية الأمان بالمحكمة وتوطيد الثقة والمصداقية لدى المواطنين في جهاز العدالة تحقيقا للأمن القضائي ودعم الوعي القانوني وترسيخ تخليق القضاء. ويمكن تلخيص بعض الاقتراحات بخصوص إصلاح جهاز القضاء وتخليقه فيما يلي: أولا تنزيل السليم والفعال للمبدأ الدستوري المتعلق بتدبير الوقت القضائي المنصوص عليه في المادة 120 من الدستور المغربي التي تنص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول وذلك بعدم إعطاء مهل إضافية وغير مبررة ولأجال غير معقولة لما لذلك من أثر سلبي على إدارة الملف القضائي وإطالة أمد النزاع بدون طائل وهو ما قد يجعل المتقاضي معرضا لممارسات مشينة داخلية أو خارجية عن رحاب العدالة تصب بأشكال الفساد الاجتماعي. جيم باء نشر ثقافة القدوة بالامتثال لإخلاقيات القضاء بشكل صارم والتمسك بأعرافه والتصرف داخل وخارج العمل وفق ما يقتضيه واجب الصدق والنزاهة والوقار واحترام القانون. فالقاضي وهو يمارس مهمه يجب أن يتقيد بمبادئ استقلال والتجرد والنزاهة وما تقتضيه أعراف وتقاليد المهنة وأخلاقيتها العالية. دال ربح تحدي ورش التحديث والمحكمة الرقمية واستعمال التكنولوجيا في تقديم الخدمات القضائية من خلال تطوير المعالجة المعلوماتية والإلكترونية لإجراءات ومكنة الإدارة القضائية لما لذلك من أثر إيجابي على تخليق القضاء وتكريس مبدأ الشفافية والثقة وفق رؤية شمولية ترم الارتقاء بمستوى الأداء المهني ودعم التكوين وتكريس أخلاقية المهنة.
تعزيز البنية التحتية للمحاكم وتزويدها بكاميرات مراقبة ودعم بنية استقبال بها بموارد بشرية مؤهلة ومعدات لوجستيكية وبرامج معلوماتية متطورة بشكل يساعد على تفعيل المراقبة اليومية وإعداد معطيات إحصائية عن عدد الوافدين على المحكمة دون المساس بولوج المتقاضين إلى المرفق بشكل عادي لحضور جلساتهم في وقت محدد. وفي إطار تأهيل وتحسين الإدارة القضائية والرفع من جودتها نقترح دعم عنصر التتبع المراقبة الفعالة باعتماد لوحة قيادة معلوماتية مبنية على معطيات إحصائية يومية بشكل علمي يساعد على اتخاذ قرارات فعالة، وذلك من خلال الربط المعلوماتي لكل مكاتب وشعب المحكمة بحاسوب مركزي يوضع بمكتب المسؤول القضائي ورئيس كتاب الضبط، ويتضمن برنامجا معلوماتيا مؤمنا ينبني على توفير الإحصائيات بشكل يومي ومدعم بآليات مراقبة ذاتية وفق معايير محددة سلفا. إن القيام بزيارات التفتيش القضائي سواء العام أو التفتيش التسلسلي يساعد على الرفع من أداء المحاكم وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد تم القيام خلال سنة 2017 بزيارة التفتيش التسلسلي لكل المحاكم وجدة بركان توريت وعرفة. إن إنجاح ورش إصلاح القضاء وتخليقه مرتبط جوهري بإصلاح المهن القانونية المساعدة للقضاء سواء تعلق الأمر بالمهن ذات الصلة المباشرة بإدارة الملف القضائي ويتعلق الأمر المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، أو تعلق الأمر بضبط المعاملات وتوثيقها ويتعلق الأمر بالموثقين والعدول. وفي إطار التخليق خلال سنة 2017 صدرت عن محاكم الدائرة الاستئنافية بوجدة عقوبات تأديبية في حق مختلف المهن القانونية والقضائية. ورش التحديث والارتقاء بوضعية المنظومة المعلوماتية لمحاكم الدائرة، استطاعت ولله الحمد محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ربح تحديث ورش التحديث بفضل الخيرات الفعال المجهودات الجبارة التي قام بها السادة الموظفون مشكورين تحت الإشراف والتتبع الشخصي للسادة المسؤولين القضائيين ومراقبة السادة المسؤولين الإداريين والتعاون المستمر بين الرئاسة والنيابة العامة، فقد بلغت نسبة تضمين الملفات وتصفية الأحكام وقرارات الجلسات في الميدان المدني والجزئي والجنحي نسبة 100%. التواصل مع مساعد القضاء ومكونات منظومات العدالة مسؤولين قضائيين وقضاة موظفي كتاب الضبط محامين وخبراء قضائيين وعدول ومستاخ فن قضائي. على غرار السنوات الماضية تم أيضا خلال السنة القضائية 2017 اعتماد أسلوب التواصل المستمر والتشاركية مع مختلف مكونات منظومة العدالة ومساعد القضاء، خاصة السادة المحامون ومفوضون قضائيون والخبراء، لما لعنصر التشارك من أهمية قصوى في تدليل الصعوبات قصد رفع المؤشرات النجاعة القضائية وتدبير الزمن القضائي للقضايا بشكل معقول. ويتجلى هذا التواصل من خلال عقد اجتماعات بشكل دوري ومنتظم مع مختلف مكونات منظومة العدالة خاصة ذات الصلة المباشرة بتسجيل القضايا وإدارة الملف القضائي بشكل أمثل. نتائج الجمعيات العمومية ومقرراتها. انعقدت الجمعية العمومية العادية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية خلال النصف الأول من شهر ذو الجبر من السنة الماضية، والتي ركزت أساساً على مقومات النجاعة القضائية والاستمرار في إنجاح ورش التحديث، فقد أجمعت الجمعيات العمومية على تحسين مؤشرات فعالية العدالة والنجاعة القضائية بمحاكم الدائرة القضائية والرفع من مستوى أدائها النوعي والكمي من خلال الحرص على احترام المادة 120 من الدستور، وذلك بالدراسة القبلية لملفات الاستيعاب وقعها تفادي اتخاذ إجراءات غير منتجة في الدواء وإدارة ملف القضاء بشكل جيد ونطق بالأحكام علنية وهي محررة حسب القضايا للتأمل أو المداوى لآجال معقولة يسمح بها القانون، إعطاء أولوية قصوى لتصفية القضايا المزمنة والإشعار بالعوائق التي تحول دون تجهيز الملف خاصة المتعلقة بالتبليغ قصد العمل على رفعها، ومراعاة التوازن في عدد الملفات المدرجة بكل جلسة بشكل يسمح بالمزاوجة بين البعد الكمي والمتمثل في الفصل في أكبر عدد من القضايا والبعد الكيفي المتمثل في إعطاء كل قضية ما تستوجبه من الدراسة والمناقشة، ومراقبة عمل الخبراء وتنفيذ الإجراءات والعناية بالشهود والضحايا وتحسين صياغة وتحرير الأحكام والقرارات والتواصل مع مختلف الفاعلين في حقل العدالة لحل إشكالية التبليغ. تاسيعا برنامج تأهيل وتنظيم أرشيف محاكم الدائرة الاستئنافية والاعتناء بذاكرتها القضائية في سياق الاستمرار في تنفيذ برنامج تنظيم وتدبير أرشيف محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها. تم إحداث خلية لإعداد الأرشيف على صعيد محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وتم عقد اجتماعات على صعيد الدائرة الاستئنافية مع سيد مدير المركز الجهوي للحفظ بزيو قصد التنسيق لنقل الملفات القديمة وفق المعايير المعتمدة إلى المركز الجهوي للحفظ وإعداد برنامج التحويلات إليه. عاشرا التعاون الدولي والانخراط المؤسسي في اعتماد المعايير الدولية فعالية النجاح العدالة.
تبع الاختيار المحكمة الابتدائية موجدة سنة 2016 ضمن المحاكم الخاضعة لتطبيق آلية العمل المعتمدة من طرف اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا، ومن خلال إشراكها في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية المذكورة نحو حكامة ديمقراطية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط جنوب تنين برسم الفترة الممتدة بين 15 و17 والذي انطلق منذ سنة 2012، حيث يعتبر المغرب عضوا ملاحظا باللجنة المذكورة. وفي إطار التفعيل العملي لبرنامج التعاون المشترك بين وزارة العدل واللجنة المذكورة تحت عنوان برنامج دعم إصلاح منظومة العدالة، حل السنة الماضية المحكمة الابتدائية بوجدة وفد من خبراء اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة سيبيج برئاسة السيد جاك بويلر ورئيس مركز ساتورن المتخصص في الآجال القضائية. وخلال الاجتماع تم استعراض نشاط المحكمة بشكل مفصل عن سنة 2015 و2016، وتم إعداد كتيب في هذا الخصوص عن هيكلة المحكمة ونشاطها القضائي ونظامها المعلوماتي باللغتين الفرنسية والإنجليزية سلم إلى السيد رئيس مركز ساتورن. كما تم خلال الاجتماع المذكور التطرق إلى محددات لوحة القيادة وآليات المراقبة والتتبع التي تنهجها الإدارة القضائية بهذه المحكمة لمراقبة تطور مؤشرات النجاح القضائية. وبعد انتهاء اللقاء قام الوفد المذكور بزيارة مختلف مكاتب وأقسام المحكمة، كما قام وفد اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة بزيارة لقصر العدالة بوجدة، وتم تقديم وصف عام لهذه المفخرة المعمارية من طرف السيدة المديرة الإقليمية الفرعية لدى محكمة سيناء بوجدة. وقد عبر خلالها السيد رئيس مركز ساتورن عن إعجابه الشديد بالبناية ومرافقها وكذا المكاتب التي تعكس مبدأ الشفافية من خلال كيفية تجهيزه. وفي إطار التعاون الدولي المغربي مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، تم تنظيم 3 دورات تكوينية لفائدة السادة المسؤولين القضائيين مدينة طنجة، الأولى في موضوع دور المسؤول القضائي في تدبير المحكمة، والثانية في موضوع تدبير الموارد والعلاقات العامة، والثالثة في موضوع تدبير الموارد البشرية. وفي إطار التعاون الدولي كذلك المغربي مع وزارة العدل الفرنسية، قمنا رفقة السيد وكيل عام الملك وبعض السادة المسؤولين القضائيين لبعض المحاكم السيناء بالمملكة بزيارة تكوينية لوزارة العدل الفرنسية بتاريخ 26/11/2017 لحضور اجتماعات متعلقة بدراسة ومناقشة موضوع حوار التدبير الميزانياتي الاستراتيجي 11 الاجتهادات القضائية. إن محكمة السيناء بوجدة مساهمة منها في تحقيق النجاعة القضائية وضمان لسيادة القانون، ما يكفل تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء، سعت من خلال العديد من قراراتها وأحكامها والتي انسجمت مع التوجهات الكبرى لمحكمة النقد إلى تكريس مجموعة من المبادئ. ففي مجال سمو الاتفاقية الدولية عن القانون الوطني، فقد ذهبت المحكمة إلى ترجيح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب مقتضى الظاهر الشريف 1/93/363 بتاريخ 21/11/96، وراعت مصلحة الطفل من خلال استبعاد مقتضيات الفصل 230 من قانون حقوق الالتزامات، حيث استبعدت اتفاق الطرفين بشأن الزيارة وحددته مراعاة لمصلحة الطفل، قرار مؤرخ بتاريخ 27/11/2013. كما أقرت حق النيابة العامة لإثارة دعوى الإرجاع المحظور لمقر إقامته الاعتيادي في إطار المادة 3 من مدونة الأسرة واتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية الاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 25/10/2085 المصادق عليها بالظاهر الشريف مؤرخ في 2/8/11 المشهور بجريدة الرسم الزيارة بتاريخ 1/3/12. وعلى مستوى حماية الطفولة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلة، فقد ذهبت المحكمة إسناد الحضانة للأم رغم زواجها بالغير وأسقطتها عن الأب لثبوت معاناته من مرض مزمن وحاجته للرعاية الطبية، الشيء الذي يتعارض مع القيام برعاية المحظور، قرار مؤرخ بتاريخ 6/12/2017. وعلى مستوى حجية القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الأجنبي، أعطت صيغة تنفيذية لعقد زواج مدني في إطار المادة 14 مدونة الأسرة والمادة 128 من نفس القانون لتوفر الشرطي الإيجاب والقبول والأهلية، وتم توثيقه وفق قانون بلد الإقامة بحضور شاهدين مسلمين بغض النظر عن جنسه وجنسية هذه الأخيرين، وذلك تسيرا لسوية وضعية الجالية المغربية بالخارج، قرار مؤرخ بتاريخ 26/4/2017. وعلى مستوى تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي، فقد استبعدت المحكمة طلب اعتبار العقار الموهوب من لدن المدين لابنه القاصر قبل تحقق الدين من أموال الواهب، ولو حاز نيابة على القاصر وذلك الإشهاد العدلين على الحوز وتحقق الحيازة القانونية من خلال التقييد بالرسم العقاري.
وعلى مستوى تحقيق التوازن بين المؤسسة المشكلة وحفظ حق الأجير، فقد كرست المحكمة عدة مبادئ من قبيل اعتبار فصل عن العمل غير مشروع بغض النظر عن اتيان الأجير خطأ جسيم لخلق المشغل مبدأ التسليم هذا الأخير مقرر العقوبة التأديبية المتخذة بحقيقة قبل فصله، إذ لا يعفيه الخطأ المذكور من سلوك مصدر المادة 63 وما يليها المدونة الشوق تجلس لعملات محكمة النقد مورخ بتاريخ 353/25/3/2009. ثانيا قابلية إثبات المغادرة التلقائية للعمل باعتبارها واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. الشهود تبقى لعمل محكمة النقد من خلال عدة قرارات. وعلى مستوى إعمال سلطة المحكمة في تكييف الوقائع المعروضة عليها، فقد ذهبت المحكمة اقتداء بعمل محكمة النقد بعمل محكمة النقد قرار 258/4 إلى اعتبار التزوير في شهادة تسليم يشكل جنحة التزوير في وثائق إدارية وفقا للفصل 360 قانون الجنائي. وبخصوص تخليق المهن القضائية، فقد اعتبرت إقرار المحامي عند مثوله أمام غرفة المشورة وهي تنظر في قضايا التأديب بأن إثارة للطعن رغم علمه بتاريخ التبليغ نزول عند رغبة موكله لإبراح الوقت خطأ مهني يستوجب المساءلة في إطار القانون 28/8، كما اعتبرت أن تقاعس الدفاع عن تتبع مسيرة موكله بذريعة عدم تمكنه من أتعابه خرقا لواجبه المهني، كما ذهبت إلى كون سلوك مصادر خاطئة وتأسيس الطعن بإعادة النظر دون مراعاة ضوابطه القانونية خرقا لمقتضيات المادة 58 من قانون المهنة. وعلى مستوى الاختصاص الاستعجالي وخلافا للمبدأ المستقر عليه القضاء والمتمثل في اختصاص قضاء الموضوع بكل ما يختص به القضاء الاستعجالي، واعتبارا لأن الاختصاص الاستعجالي الشكل من النظام العام والذي لا يرتبط بمقتضيات الفصلين 153، فقد اعتبرت المحكمة أن الطعن في إطار المادة 30 من قانون الملكية المشتركة عادة 18/6 موكول لرئيس المحكمة الابتدائية لا لمحكمة الموضوع. هذه نماذج لبعض قرارات محكمة الاستئناف التي تعكس مدى المستوى العلمي الرصين للسادة مستشاري وقضاة هذه الدائرة القضائية. وأكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.